السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم دائما في قصر الفخامة مع أبو معاوية. جيت نقدم لكم اليوم عطر رائع، عطر اللي بزاف كان كيسول عليه من العطور الرجالية الرائعة من شركة أفنان. ملي كنذكر أفنان ميمكنش ما يخطرش على البال ديالنا سوبريماسي نوت أونلي إنتنس، يعني عطر رائع، عطر أنيق من العطور المشهورة في دار أفنان. كما كنعرفوا عندهم بزاف ديال العطور ومنهم سوبريماسي نوت اونلي انتنس، يعني عطر رائع. ما نتكلموش على الباكاجين، كان كما كتعرفوا دائما يعني ما كنعيرش اهتمام، ولكن كاين بعض الناس اللي كيعجبهم، لهذا اذا تكلمنا حتى على البوكس ديالو فكيبقى رائع. سوبريماسي اذا مشينا للعطر فهو اروع، العطر فهو أروع من الباكاجينغ، لأن العطر المهم بزاف ديال الناس شبهوا العطر بهاشيفات، يعني الرأي ديالي أن سوبريماسي يعني كريد أفنشيس، نقدر نقول لكم واحد ضربة من هاشيفات، ولا يعني كريد ولكن ماشي تقليد ديال كريد افونشيس اللي كنعرفه، ولكن في السيل ديال الاناناس، النوطات تقريبا ديال كريد، ولكن ماشي تقريبا كما كان نعرفه كلوب دو نوي انتنس، كما كان نعرفه كاين بدائل بزاف ديال كريد افونشيس، ولكن العطر كيبقى رائع. يعني اللي كيعجبو السيل ديال كريت، السيل ديال الحاشفات، فالعطر كيبقى رائع. المحبين الاناناس العطر ممتاز، والثمن ديالو رائع حاليا في قصر الفخامة، ثمن جد مناسب. الكمية فيه قليلة، الكمية فيه قليلة، الكمية ما فيهش بزاف، لهذا شاركت معاكم هذا الرأي ديالي في العطر، لأن العطر هو يتلبس تقريبا على طول السنة، يعني العطر هو جوكر، تقدر تلبسه في الصيف، في الخريف، في الشتاء، في الربيع، يعني أداء دياله ممتاز. أداء ديال العطر تقارنه مع عطور ديزاينر، يعني عطر ديزاينر، إذا قارنا مع بعض العطور ديزاينر فالجودة دياله والأداء دياله فكيبقى عطر رائع جدا، يعني مقارنة مع بعض العطور الأخرى في الأداء وفي النقاء ديال العطر. وهذا كما هو معروف على سوبريماسي، ماشي غير الرأي ديالي أنا الشخصي، يعني بزاف ديال الآراء على هذا العطر هذا، وكيبقى من العطور الرائعة في دار أفنان سوبريماسي نوت أونلي إنتنس، عطر نقي رائع من الافتتاحية، كتحس بأن العطر محطوط بشكل رائع. بالنسبة كما تكلمنا على الفوحان، يعني يعطيك ساعة ونصف فما فوق، أداء العطر 7 سوايع 8 سوايع عادي، يعني العطر رائع جدا وبثمن جد مناسب في قصر الفخامة، ومرحبا بالجميع.